مشاهدينا اليوم رانا متواجدين بالحراش، رايحين كذلك نوريو لكم مشاهد صادمه لعجوز تفترش الارض. يربع الشهر برا يا عجابه عليه، يربع الشهر برا يا عجابه عليه. جاو طلوا هكذا كذا هاتي بسيطة وعلى دينوا لي الحيوان، دينوا لي الحيوان، نحوني من هذه الأزمة، نحوني من هذه الأزمة وعلى ورماني مهداك ربي وانتوبة، ورماني مهداك ربي وانتوبة. كومبليكس الطفل كان مع أصحابه كلش هنا يتعقد تعقد ولد عنده عقدة ما يريش أصحابه بابه يعيط له أروح لهنا ويهارب له أروح لهنا. اليوم للأسف في برنامجنا راح نوقفوا ونتقاسموا مع بعض هذه المأساة الإنسانية وهذه الكارثة الحقيقية اللي تتخبط فيها هذه العائلة هنا بالحراش. سهل الإنسان يعيش هكذا، سهل الإنسان يعيش هكذا. ما نقعد فيها التمرميد أختي إن شاء الله، ما نقعد فيها التمرميد أختي. شوية بطفاتي بالليل على الكو عندي الكولو، شوية بطفاتي بالليل على الكو عندي الكولو، المكلام يجيبوا لي كاع ولاد العم. كم ربما حل الأفريشة ما عندهاش الفراش ما عندها والو حوايجها ما عندها والو. شاطر الناس كلها إن شاء الله، بس الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله.